مشروع متلازمة السعادة والفاعلية الذي جمع أكثر من 12 شابة وشابة من المصابين بمتلازمة داون ضمن سلسلة من التدريبات على بناء القدرات والمهارات الحاسوبية فيما بقي الدمج المجتمعي هو البوصلة على القائمين على المشروع. أكيد نور، بختام المشروع يلي تم من أيام على مسرح دار الأسد للثقافة والفنون، رح نسلط الضوء بشكل أوسع على المشروع وأبرز ما حققته على أرض الواقع مع وسيم سعد نائب رئيس الغرفة الفتية الدولية JCI، وأيضا رهف حسن مسؤولة التدريب بالمشروع. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحكم. يسعد صباح مشاهدي جميعا. صباح الخير من جديد. بالبداية أستاذ وسيم، خلينا نحكي عن هيدا المشروع، شو الهدف الأساسي منه؟ متلازمة السعادة والفعالية. هلا متلازمة داون أو الهابي أكتيف سيندروم اللي كان اسم المشروع، اليوم يطلق بالعادة على هذه الفئة من الأشخاص اسم المنغوليين، وهو اسم يعني اليوم ما عاد حدا حكى فيه، حتى بالمنظمات العالمية صار له تسمية أخرى، وهذا كمان أحد نتاج المشروع اللي بده يكون أنه يشغل عليه بالأحوال المدنية، ينشال اسم منغولي من الهوية وينحط بداله ذوي قدرات خاصة. اليوم هدول الأشخاص وقت أي حدا بيشوفهم بيقول أنه هدول ما فيهم يشتغلوا أو ما فيهم يكونوا ضمن المجتمع اللي هن موجودين فيه أو ما فيهم يكملوا تعليمهم إلى آخره من هذا الموضوع، وهذا الشيء اللي اشتغلنا عليه لنورجي أنه هذا الموضوع غلط. اليوم هدول الأشخاص بالعكس عندهم طاقات، وهي الطاقات أحيانا ممكن تكون أكثر من أي شخص طبيعي ما في شيء، فهذا اللي نشغل عليه بناء عن لا رهف يمكن بعد شوي تحكي لكم شو هي التدريبات اللي انشغلت، بس ولكن نشغل عليه هون بالفعل اليوم صاروا موجودين بسوق العمل، ورح نحكي اكثر هلا بعد شوي. اكيد يعني رهف، نحن سابقا حكينا هيك لمحات لما استضفنا ايضا من المشروع، حكينا عن هاي البدايه وقديش مهم يمكن يكون عندهم تدريبات خاصه لسوق العمل ليعرفوا يقدموا نفسهم. خلينا نتعرف من حضرتك على هي التدريبات ونرجع نذكر بالمده الزمنيه اللي استغرقتها. تمام، انا بدايه كنت متواجده معهم خلال التدريبات كانت خلال 5 شهور. انا كان عندهم صعوبة بالتواصل معنا لأنه نحن كأشخاص جدد داخلين على حياتهم الاجتماعية، كان عندهم كتير خوف كتير خجل، ما عندهم يعبروا عن رأيهم، عندهم صعوبة بالتواصل مع أي شخص جديد يشوفوه بحياتهم، حتى كان عندهم كتير صعوبة نطق، صعوبة بالتعبير عن رأيهم. بس خلال اكتشفنا أنه هن عندهم إمكانات، عندهم قدرات، هن ذوي قدرات خاصة وليس احتياجات خاصة، عندهم طاقات بدهم يظهروها. لحنا خلال التدريبات حاولنا ننمي هاي القدرات، نطور القدرات اللي عندهم، لأنه هن كل شخص فيهم عنده موهبة، عنده ميزة بتميز عن الآخر. لحنا صادفنا أنه كانوا كل حدا عندهم موهبة كالرسم، السباحة، الفروسية، العزف، وبالحياة هي الاجتماعية لازم نكون ندخلهم بهذا الجو الاجتماعي لنأهلهم وندعمهم لحنا كمجتمع، ليعزز ثقتهم بنفسهم تماما، والحياة ما بتوقف أبدا عند مرض أو إعاقة معينة. أكيد أستاذ وسيم، خلينا نحكي قديش مهم فعليا يمكن نحتضن هدول الأشخاص، مثل ما قلت يمكن هذا المصطلح إنه منغولي قديش فعليا مؤثر نفسيا على الأشخاص اللي عندهم هي المتلازمة، ويمكن من خلال كمان درامانا كان في مسلسل خاص بيحكي عنه للأستاذ بسام كوسا، قديش مهم فعلا ننمي هي القدرات والمهارات اللي عندهم، قديش مهم فعليا يمكن الدمج المجتمعي، وهي نقطة كتير مهمة لأنه حتى الأهل بيأثروا بطريقة سلبية بدون ما يعرفوا. يعني في كتير أشخاص مثلا عندهم هاي الطفل بيخبوه، ما بيخلوه يندمج مع المجتمع أو مع رفقاته أو مع حتى قرايبينه، فهي نقطة كتير مهمة. تمام، حتى إضافة لحكي حضرتك، اليوم بعض الأشخاص يهمشوا تماما أنه أنت خلاص يعني أنت جيت هيك، ف انت مستناك ليجي اليوم اللي انت خلص ما تسوي في شيء. فقديش مهم نحن نشتغل اليوم، شفنا كثير اليوم مثل ما تفضلتي حضرتك ان كان عن طريق الدراما، في اليوم اشخاص كثير شاركوا ضمن مسلسلات، اليوم في اشخاص عم ياخذوا مراكز اولى بالسباحه. الشيء اللي اشتغلناه بالمشروع منذ البدايه وقت مثل ما تفضلت رهف، شفنا هذول الاشخاص
بلشنا اول شيء على تدريب فريق العمل، تم تدريب فريق العمل من قبل دكتور مختص بانه كيف يتعاملوا مع هذول الاشخاص حتى قدرنا نفوت ونحكي ونتواصل معهم، حتى فاتوا بدورات مهارات التواصل، دورات صقل الشخصيه، دورات فن الخطابه، صاروا رغم انه في هن بيكون في عندهم حاله صحيه بتخلي النطق عندهم صعب شوي، رغم هذا الشيء صقل هذا الموضوع، صار في مره عن مره عم يصير تحسن تهيئتهم للمجتمع، لانه بلحظه بتحس الاهل قرروا خلص ينهوا له حياته لهيدا الطفل. حتى يعني هن يمكن الاهل اوقات بيعانوا من صدمه من جراء هذا الموضوع، هي الصدمه بترد على انه بتزيد الموضوع، في اهل ما بيتقبلوا لهلا هي الفكره، يعني في مجتمع ما بيتقبل، في ناس يعني مثلا قرايبين او جيران او حتى مجتمعك، الاهل كمان ردت فعلهم من خلال التعاطي مع طفلهم بهي الطريقه، وهذا الشيء اللي احنا فعلا بدنا نشتغل فيه. هلا هدول الاشخاص يعني اذا هدول اهاليهم بالعكس كانوا مبسوطين فيهم اكثر من اي اولاد ثاني موجودين عندهم، وين ما عم يروحوا وقت بيجوا عم ياخذون عن تدريبات وعم يجوا، يعني احدى الامهات قالت انه بنتي وقت صارت تروح على هيدي التدريبات وتروح على هيدي الفعاليات تيجي مبسوطه، يعني غير على غير العاده، تروح تقول انا بدي احاول ما امرض او ما رشح او ما اقرب مشان انا روح على هيدي التدريبات. بعض هدول الاشخاص في كمان بنت تانية هي عمليا عايشه لحالها، فكمان بتلاقي هي معتمده على حالها بشكل كامل. بعض هدول الافراد عندهم هوايات بالموسيقى كمان قدرنا نعزز لهم اياها، يعني في ضمن حفل الاختتام احد الاشخاص خليناه يطلع يعزف على البيانو، عزف غنيه كامله لست فيروز. كمان شخص ثاني كان بيشتغل ايقاعي على الطبله، في شخص ثالث بيشتغل على الناي. اغلبيه هدول الاشخاص تم تدريبهم وتم استخراج هي الطاقات الموجوده دول. رح نحكي اكثر بهالتفصيل، ولكن خلينا نروح سوا مع مشاهدينا ونشوف مشاهد من تكريم الطلاب بحفل الختام يلي رصدته كاميرا الاخباريه السوريه، كانت متواجده مع زميلتنا ليا نحاس، ونرجع لنكفي. مجموعة تبعت الكل هبل فوق الصف عشان ماما يرحمها، وبحب كنا منيحة بالدورة دقل دمكين، وتعلمت فيها عن السلوم الإيجابي والسلبي ورسم وعرض رياض وكل شيء بحب أتعلم، وهي الدورة حبيتها كثير وعم باخذ دروس كثير حلوة بالتكات ورسم ومسرح تفاعلي بالتكات، هذا الشيء خلاني أحبه، هي المادة كتير حلوة إني بحسن السلوك وبدي أمشان بدرب بزو ملاقي عليها. أرسو بدنا نوقف فيه دارس معلقة كمبيوتر واسطة ومع هيك ما أدوني العرش سائلين هيت خيار
كنا عم نتابع رهف مقتطفات من يمكن الحفل الختام للمشروع. خلينا نحكي عن المحاور الأساسية للمشروع، يمكن النقاط الأساسية يمكن اللي من خلالها حاولتوا تهيئوا نفسية الأطفال أو المصابين بهذا المرض. في يمكن تدريبات إلهم خاصة كنتوا عم تقوموا فيها؟ تمام، نحن قمنا بست محاور تدريبية. قمنا بتأهيل نفسي، تعديل السلوك، عملنا محاور الاتيكيت، مسرح تفاعلي، مهارات تواصل، مهارات النمائية. هاي المحاور كلياتها كانت تشمل عنا دقة ملاحظة وتركيز، كانت ننمي عندهم تقدير الذات، نعزز مفهوم الثقة بالنفس، ننمي عندهم بناء الشخصية، حتى اشتغلنا على بناء السيرة الذاتية عندهم لحتى نأهلهم، لحنا ندعمهم ونأهلهم نفسيا واجتماعيا لنأهلهم ويدخلوا بسوق العمل ويندمجوا مع المجتمع ليكونوا هن عندهم واثقين بنفسهم ان هن ناس حقيقيين وفعالين بالمجتمع. كل شخص فيهم عنده موهبة بده يطورها وعنده طاقة بده يظهرها، فلحنا خلال هاي التدريبات نمينا له اياها، طورنا له اياها. حاولتوا تشتغلوا على يمكن النقاط اللي هي قوية عند المصابين بهذا المرض ومن خلالها تهيئوهم؟ تمام، كان كل شخص فيهم كان عنده ميزة، مثل عنده تلاقى بالحديث، كان أول شيء عندهم صعوبة، بعدين خلال التدريبات حتى تدريبات فن الخطابة صار عندهم تلاقى، صار عندهم إمكانية يعبروا عن رأيهم، إمكانية بالتعبير عن الرأي، المصارحة، الثقة بالنفس. هن أشخاص فعالين حقيقيين متواجدين بالمجتمع، لازم نحن ندعمهم من قبل الأهل ومن قبلنا لحنا، ندعمهم ونأهلهم ليطوروا ويكون في إنجاز يحققوا بالمجتمع. أكيد. طيب وسيم، خلينا نحكي شوي، يمكن نحنا قلنا أنه هذا المشروع هدفه مو فقط هو أنه هنن يعرفوا كيف يقدموا نفسهم أكيد. أو يقدموا أكيد. سيرة ذاتية على أي مكان أو يكونوا ناجحين بإحدى الهوايات، أكيد في نتائج أكبر من هيك. تمام. خلينا نتعرف من حضرتك على هي النتائج اللي حصلتوا عليها. هلا الحلو من هذا المشروع أنه نحنا بس مو مجرد عملنا دورات تدريبية وعملنا حفل ختام وخلص، هو المشروع مستمر. نتائج المشروع أو الهدف الأساسي من المشروع أنه اليوم ندمج هذول الأشخاص بالمجتمع وبسوق العمل. بعد هذه التدريبات وبعد الشيء اللي أخذوه حصلنا إحنا على منهاج. هذا المنهاج تم بلورته بشكل كامل. المنهاج اليوم صار بين إيدين وزارة الشؤون الاجتماعية والأعمال لنقدر يندرس هذا المنهاج ويعتمد بشكل أساسي لتدريب مثل هيك أشخاص. فهذا نتمنى يساعدونا فيه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. هي من أهم النتائج تماما، وحتى الحفل يعني كان برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سيد ريدا ريما القادري، مشكورة يعني كتير ساعدونا، ما قصر بهذا الموضوع. فهذا المنهاج اليوم قيد الاعتمادية لنعتمده كمان يكون يعتمد خارج حتى سوريا إذا فينا. الشيء الأهم اليوم دربنا 12 شاب وشابة، اليوم ست أشخاص من هذول المتدربين صاروا موظفين، قدرنا نوظفهم. الشيء الثاني كمان في 4 منهم هلأ عم يعملوا مقابلات وكمان رايحين للتوظيف. الباقيين كمان عم نحاول نأمن لهم فرص عمل. النتيجة الأهم اللي ذكرتها ببداية لقائنا اليوم، عم نشتغل كمان في محامية عم تشتغل على موضوع أنه نقدر نأثر بذات الأحوال المدنية بحيث نبدل اسم منغولي بما يذكر على الهوية الشخصية بشخص ذوي قدرات خاصة. فهذا الشيء ماله يعني هدول الأشخاص 12 شخص هنين هلأ مثال عم نورجي في المجتمع أنه نحن قادرين نشتغل عليهم. هدول الأشخاص قادرين يكونوا بسوق العمل، نحن رح نتابعهم بسوق العمل، رح نتابعهم بالوظائف اللي هن عم يشتغلوا فيها، نورجي شو النتائج اللي عم يطلعوا فيها. هن عم يشتغلوا أحيانا أكثر من شخص سوي، ما في أي مشكلة. بس قديش حلو، مثلا هلا أنت عم تقول 12 يمكن نموذج، في نماذج كتير وأعداد كبيرة بلشتوا 12 شخص. قديش حلو لما تشوف هاي النتائج على أرض الواقع، يعني كتير نقطة مهمة حكيتها أنه نأمن لهم فرص عمل. هن الناس ممكن يكونوا منتجين أكثر من السليم عقليا ونفسيا وجسديا. وفي كمان جملة كتير حلوة قلتها، أنه أحد الأمهات قالت أنه بنتي صارت تطلع من
ترجع من التدريبات سعيدة. هاي النتائج لما تشوفوه قديش فعليا بتحسوا انه انتوا انجزتوا هيدا المشروع، قديش فعليا يمكن تعطيكم حافز ومسؤولية أكيد. وسعادة داخلية انه هيدا المشروع له هدف وتم تحقيقه. اكيد سعادة بحد ذاتها مثل ما تفضلت، اليوم وقت تشوف هدول الاشخاص صاروا موجودين على ارض الواقع وصاروا فعلا سوق العمل. اليوم اللي اشتغل المشروع ما يقارب 27 شاب وشابة من اعضاء غرفة دمشق. هدول الاشخاص كلياتهم صار عندهم الحافز اكثر ليشتغلوا، مع انه كلياتهم عم يشتغلوا بشكل تطوعي 100%، صار عندهم الحافز وقت شافوا هدول الاشخاص فعلا مو مجرد انه احنا عملنا شيء معهم ويلا مشروعه خلص. اشخاص صاروا يحبوهم، صاروا رفقاتهم، صاروا رفقاتهم على الفيسبوك، صاروا يتابعون اكثر واكثر. في متابعه واستمراريه تماما. وقت يشوفوا الابتسامه على وجوههم، يعني احد الشباب شارك بفن الخطابه، وقت تدرب على تمثيل مسرحي المخرج تبع المسرحيه قال انه هذا شخص جدا مبدع بالاشياء اللي علمه اياها فورا يطلع يمثلها اهم من اي شخص ثاني. بنفس الوقت هو بيعزف ايقاع وشخص ثاني بيقدر يشتغل بعراضه شاميه. فتي بتشوفي هدول الاشخاص عندهم سلسله او مجموعه ابداعات بشخص واحد. تخيلي هدول الاشخاص اللي احنا 12 واحد مثل ما تفضلتي اشتغلنا عليهم وطلع معهم هيك، فكيف اذا اشتغلنا على باقي الموجودين ضمن هذا المجتمع وقديش رح يكون عنا نتائج ايجابيه؟ يعني وسيم بقدر ما هدول الاشخاص هن كانوا قادرين وفاعلين ورح يستمروا بهذا الشيء بقدر ما هالخطوه اللي عملتوها هي كثير مفيده. بختام حديثنا رهف، شو بتحبي توجهي رساله لكل يلي عم بيتابعنا حاليا وممكن يقدر انه يقدم شيء بسيط للقادرين، هيك رح نسميهم؟ هلا بوجه رساله انه احنا لازم ندعمهم اكثر، مثل ما قال استاذ وسيم انه دعم اهاليهم لهم لنقدر احنا كمان ناهلهم ونساعدهم. بوجه رساله للمجتمع انه هن عندهم قدره خليهم يظهروها يندمجوا بالمجتمع وسوق العمل، لانه احنا عملنا تدريبات بمقابلات العمل حتى يقدروا يواجهوا اي مشكله بتواجههم خلال العمل، كيف يقدروا يتعرضوا على موقف وكيف يقدروا يتفادوا هذا الموقف. هن عندهم اشخاص حقيقيين، اشخاص فعالين، عندهم افكار ايجابيه، عندهم اثروا فينا نحن ايجابيين كاشخاص. نحن صراحه نحن تعلمنا منهم حافز، تمام، نحن تعلمنا منهم كثير شغلات. عندهم روح حب الحياه، عندهم الامل، عندهم الاراده، عندهم حب لبعض. فنحن عن جد تعلمنا منهم كثير شغلات، ونحن خلال تدريباتنا كثير كنا مبسوطين بتواجدنا معهم. عطونا كثير اثر ايجابي، عطونا كثير تفاعل، تفاعلنا معهم. هن بالاخير نحن نهايه مشروعنا، بس نحن ما انتهى عنا، نحن رح نضل متواصلين مع هدول الاشخاص الشباب الداون. ضحكتهم هي فرحتهم هي سبب نجاحنا. نعم، يعني بختام حديثنا بدنا نشكر وجودكم معنا وسيم سعد نائب رئيس الغرفة الفتية الدولية GCI ورهف حسن المسؤولة عن مشروع بي أكتف سايندروم. شكرا لوجودكم معنا، بنتمنى لكم كل التوفيق. شكرا لكم، شكرا، بنتمنى لكم التوفيق وشكرا كثير لوجودكم معنا. واكيد بدنا نذكر مثل ما قالت سلمى هن فعلا اشخاص قادرين، فيجب التعامل معهم كاشخاص سليمين من قبل المجتمع، من قبل الاهل، من جميع يمكن الفئات والشرائح المجتمعية. أكيد، تمام.